السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة لاباس؟ وليداتكم، عائلتكم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تحية للناس اللي كيتابعوني خارج المغرب وداخل المغرب. اليوم البنات جيتكم بواحد القماش زوين بزاف. البنات، الناس اللي باغا شي قماش زوين، البنات هذا واعر على البنات، قماش اليدين والرجلين، المهم الجسم كله تقدري تستعملي كمية كبيرة وديريها للجسم ديالك. البنات كاين كيستعمل الشوفان، كاين كيستعمل دقيق تاع الرز. المهم البنات ها هو دقيق تاع الرز، كتاخدي الرز وطحنيه على الطحانه ديالك، وكتستعملي سميتو القهوه سريعه الذوبان وبيضه. المهم البنات زوين بزاف هاد القماش بزاف للبنات، الناس اللي باغين الطبيض ويديهم عضو مرطبين، وهاد القماش على يديك مزيان حتى كتعود يديك بيض وحمراء زوينه الصراحه. البنات هاد القماش زوين بزاف البنات، نتمنى يعجبكم. ندوزو للطريقه. ابيض بيضه واصفر ابيض بيضه ونسكف، ولكن ابيض بيضه ماشي كله، ها هو البنات. وغنخلط مزيان، تندير معاه هذا غنحتاجو، مازال غنحتاج انا مازال اصفر بيضه حتى من بعد. المهم البنات غنستنى نخلط مزيان، غنستعمل معلقه جوج معالق تاع دقيق الرز البنات، عامره شري جوج معالق من دقيق الرز. غندير مازال معايا داك ابيض بيضه، المهم يتخلط مزيان هاد المكونات، يتخلطوا مزيان حتى يطلقوا ليا. غنستعمل معاهم مازال ابيض بيضه، اصفر بيضه من هنا. حيت ابيض بيضه البنات نقص منه، ماشي كله استعملت باش يجيني هذا. المهم يجيني القماش زوين، ما يجيش سايح بزاف. المهم البنات خلطو مزيان، هاد القماش زوين بزاف البنات. كيبغي ما خلطو، ها هو استعملت ابيض بيضه نصو، ها هو البنات ما استعملتوش كامل، واستعملت اصفر بيضه كله. المهم البنات ها هو غنبقى نديرو في الديس، خليوه حتى ينفل. ها هو البنات بعد ما البنات نشف، ها هو بعد ما نشف معانا القماش ديالنا. شوفوا البنات ملي كتشوفوا كيفاش الطريقه باش تحيدوها البنات، عرفتي كيولي شويه راه كيألم البنات اللي عندها الشعر في يديها، كيألم البنات. ولكن البنات عارفين النتيجه ديالو واعره البنات، وكيطلعوا يديك فنين البنات، رطبين وكيحيد لك ديك الخلايا الميته في الجسم ديالك كامل. شوفوا هاد البلاصه البنات فاش حيدت، شوفي كي دايره البنات، شفتيها؟ شوفي كي دايره هاد البلاصه، الصراحه زوين هاد القماش زوين بزاف البنات، جربوا. ولكن البنات البشره لا، انا فرشتها حيدت القلع وفرشت هادي على حسب باش ندير معاكم سميتو، فرشت هاد الشرويط هنايا. المهم البنات زوين بزاف هاد القماش، جربوه ردوا عليا البنات، والله الا واعر البنات الصراحه. انا القماشات كنجربهم، ولكن هذا الصراحه واعر البنات وزوين بزاف. راه تقدروا تستعملوا البنات دقيق الشوفان، ولكن دقيق الرز احسن. المهم البنات هاد القماش زوين، شوفوا الطريقه البنات كيفاش كيطلع على البشره، شوفوا غير البلاصه فين حيدته كيفاش طالعه البنات. المهم البنات الصراحه هاد القماش زوين بزاف البنات، هانتوما راه كنحط داكشي اللي عندي البنات، ولكن البشره لا البنات ما ننصحكمش ديروه للبشره ديالكم البنات. هذا حيت تجي تقولي زعما ديريه للبشره، راه البشره حساسه ما غاديش ديري بحال هاد القماش. ولكن الجسم البنات الا استعملتوا هذا الجسم ديالكم البنات، عرفتي كي غطرى حتى داك سميتو داك الخلايا الميته كيتحيدوا. انا درت معكم حيت انا عندي الزغب كيلصق ليا. شوفوا البنات، شوفوا تبارك الله، شوفوا غير بلاصه، شوفوا بين فرق هاد اليد وهاد اليد البنات. انا دايره معكم غير واحد اليد باش تشوفوا الفرق بين هادي وهادي البنات. ها انتما كيفاش كيحيد البنات، صراحه هاد القماش واعر البنات، صراحه شي حاجه زوينه. انا القماشات البنات كنجربهم، ولكن هذا واعر البنات، شي حاجه زعما الصراحه واعر، راه زعما كيطلع سميتو كيطلع البشره البنات رطبه. شوفي كيفاش كتولي معاك البشره ديالك حمراء، ولكن البنات هو كيألم شويه بالنسبه للبشره ما يصلحش. ها هو البنات، المهم غنكمل معاكم وغنمشي نغسلو بزاف البنات، كيرطب كيلمعو يديك البنات الصراحه،
واعر هاد القماش البنات. نتمنى تجربوا شوف بين الفرق بين هذا وهذا البنات. هذه خاشينه اللي كنقولوا حنا وهذا رطب البنات اليد صراحه كاع اللي ما كانش عندك الزغب راه كيضرني بالزغب في يديا. المهم البنات دابا باقا حمراء يديا البنات صراحه زوين بزاف هاد القماش البنات. نتمنىكم تجربوه البنات واعر الصراحه انا عجبني البنات. المهم الصراحه اللي كاين قماشات بزاف ولكن ديال نسكافيه ديال دقيق الروز البنات دقيق الروز ونسكافيه وابيض بيضه نصها ماشي كله. المهم البنات زوين بزاف هذا القماش عرفتي يديا دابا رطبين البنات الصراحه زوين الصراحه ديال الصراحه يستاهل التجربه البنات. المهم هذا الشيء اللي كاين والسلام عليكم.